ساره، انا في اسئله كتير، لكن خليني هسال باعتبار ان انا كنت بتكلم مع الاستاذ سعد الله يرحمه. واحد من ابرع المحللين والكتاب السياسيين، لكن ساره هجرس اصبحت واحده من ابرع الكتاب الساخرين. ايه اللي وداكي ناحيه الكتابه الساخره يا ساره؟ يخلق من ظهر العالم فاشل. لا يا ستي، العفو، يخرق من ظهر العالم كاتبة ساخرة. يعني عادة الواحد بيرث حاجات من أهله، وبالذات ولاد اليسار القديم، فتلاقيهم واخدين خط كده. فأنت رحتي بعد عن الخط ده خالص، ووسع وسع على رأي عبد الرحمن الأبنودي ومحمد رشدي، ودخل في الكتابة الساخرة. والله أنا دخلت القصة كلها يعني بدون أي خطط مسبقة خالص إطلاقا، يعني هي كانت محض صدفة شديدة يعني. وعمري ما كنت ادعي ولا اجرؤ ولا اقدر. انت عارف انا نشات في بيت استثنائي، وانت مش بعيد عن عارف يعني اجواءنا. فانا لحسن حظي الحقيقه ان انا نشات في بيت استثنائي، فكان بطبيعه الحال ان احنا عندنا صالون شبه يومي في بيتنا، في بقى اشاوس اشاوس الفنانين والسياسيين واقطاب اليسار، وانت عارف الاجواء دي. طبعا. فانا غصب عني، وانا كنت شديد الارتباط بابويا يعني، فكنت ملاصقه ليه يعني. فاحنا كان عندنا صالونات شبه يوميه او دوريه، نجم بقى وامام وصلاح جاهين والحاجات الفلالي دي. وانا قاعده بقى لازقه في ابويا وكده، فاظن طبيعه الحال يعني ايه، اخذت فكره عن الكلام الجامد. ايوه صح، فكره الكتابه العاميه وفكره السخريه من صلاح جاهين ونجم، برضو دي مدرسه بنت لذينه يعني. لا، ما انا لا اجرؤ بقى يعني، انا مش ههوت خالص. بس انا اظن ان انا ايه يعني، اللي بيقرا شويه بيعرف يكتب شويه، انا اظن كده يعني. فانا طبعا انا كنت محظوظه ان انا نشات في مناخ اهلني يعني، ان انا يعني امتص من الناس دي حاجات مميزه جدا. وكان عندي مكتبه كبيره، فكنت مضطره اقرا علشان هروح فين يعني، انا مضطره. فاللي بيقرا شويه اظن انه بيعرف يكتب شويه يعني. فدي كانت البداية. بس البداية بقى الفعلية أنا دخلت الكتابة، هي كانت ليها أي علاقة بأبويا الحقيقة. هي كانت، أنا كنت في كلية فنون جميلة، وكان وأصدقائي أحمد أمين صديقي معايا، في إحنا خريجي فنون جميلة إحنا اثنين، وإحنا كنا بنقعد نعمل الهبل بتاعنا ده على القهوة كده، ونقعد نكتب شعر ونهرتب ونعمل. بس أنا عمري ما أخدتها جد خالص، وأحمد كان دايما بيزن عليا اكتبي اكتبي، وانا عارفه عشان شايفه الحاجات اللي بجد الحق حقيقي. فانا حاسه ان يا جماعه ما تخلونا في حالنا، بلاش نهزق نفسنا. فلغايه بقى لما احمد الحقيقه اقنعني جدا ان احنا نعمل حاجات، بدانا على الديجيتال، حاجات على السوشيال ميديا، ازاي تعمل حاجات في 30 ثانيه والبريك، ثم موضوع ثور البلاتو، ثم مسرح، ثم امين الشركاء، ومشيت بقى. وانطلقت ساره هجرس في الكتابات الساخره. لو زقوني والله، لوني قاعده في كده لوحدي.